متابعتنا متابعينا، نرحب بكم معنا في عدد جديد من الكلمة لك. على بالنا بلي الأطفال نعمة من عند ربي سبحانه، بصح أنا حابين نعرف المرأة الجزائرية في وقتنا هذا في 2016 ومع غلاء المعيشة إذا تخمم في ضبط الإنجاب ولا لا لا. تابعوا معنا. صباح الخير. صباح الخير. اليوم عندنا موضوع على الإنجاب. على بالنا بلي رانا في 2016، حابين نعرفوا المرأة الجزائرية اليوم مع غلاء المعيشة، مع إذا راهي تخمم في ضبط الإنجاب ولا لا لا، واش رأيك أنت؟ Moi je pense à mon avis مع لي دوكا رانا 2016 كيما قلتي المعيشة راهي غالية، كل شغلة والدراري راهم مسؤولية دوكا. أنا جو بونس à mon avis ما يديروش أكثر من اثنين. إذا داروا لي زونفون ماكسيموم ثلاثة، با بلوس. هي اثنين مليح. pas plus de deux. إذا داروا ماكسيموم ثلاثة هكذا يعيشوهم مليح، يوفروا لهم كاع واش يسحقوا من لي زافير سكولير، يوكلوهم مليح، يلبسوهم مليح، باسكو اشاك فوا يكونوا لي زونفون بزاف تزيد لا ريسبونسابيلتي تكبر، وكيما يقولوا ناس زمان يزيد همهم يكبر. ولا بد لازم تكون تخمم في ضبط الانجاب مع الظروف المعيشيه اللي رانا نعيشوها اليوم، يتحتم عليك تديري حدود، ولازم الكوبل الزوج والزوجه لازم يديروا حسابهم في كلش. المعيشه ما راهيش سهله وما راهيش رخيصه، دونك لازم يديروا حساباتهم. على كل حال كاش يقولوا نعمه، الاطفال نعمه من عند ربي، والانسان ما يقدرش يتهرب من النعمه، من الانسان يعرف كيفاش يتحكم في الظروف تاعو المعيشيه، ماهيش حاجه سهله. وين انت شحال عندك؟ انا عندي ثلاثه اولاد بالاراده اكيد تخمي تزيدي ولا خلاص. واش نقول لك، عندي دو غارسون اون في. الوغ ما في حبيت ساسور، حبيتي سور اون اوتر، ماشي حبيت، لا لا سي با فاسيل باش تقريهم وتربيهم وتعطي لهم احسن معيشه واحسن تربيه، لازم توفري لهم الوقت، والانسان اللي يخدم ما يقدرش يوفر كامل هذا الشيء. جاب لي ربي راهي تخمم، باسكو المراه الجزائريه تطورت وقرات وعدت مع 2016 افيكتيفون تسمى تواسي ضبط الانجاب، تعرف تسمى دير في حساباتها شحال باغ اكزومبل لازم تزيد، شحال اللي تقدر تعيشهم. هذا لازم ديري لي ستاتيستيك وديري الاخر الميزانيه ديالك كيفاش شحال تجيبي، يعني ربي سبحانه يجيب خيره يعطي لك خير، والانسان ياخذ احتياطاته باسكو المعيشه غلات. انا نظن بلي دوك في الوقت الحالي العائلات اللي عندهم بزاف الاولاد ما كاش بزاف، يعني برايي في 2016 تقعد حاله نادره، ولكن اذا دوك هاد الحالات مع هاد الحالات النادره ناس عندهم 19 ولاد بصح يربيوهم ولاتين بهم معليش ما كانش مشكل، بصح اذا تجيب 10 ولاد باش تخليهم بلا تربيه وبلا ما توعيهم بلا ما تربيهم سان ساغيان دو تو. دونك لازم يكون عندهم لي موايان باش يقدروا يربيو يلبوهم، ماشي غير لي موايان ماتيريال، سي اون كاستيون تاع تربيه. باش نجيبوا دراري بزاف انا بوغ موا ماشي مليح، ثلاثة أربعة معليش، مي هادو 10 بكري باسكو ما كانش الغاشي بزاف، كانوا يقدروا يخليوهم يربيوهم، باسكو دوكا باغ اكزومبل تروحي تعيشي في بلاصة في ألجي لهنا، أنا بوغ موا كيما ألجي امبوسيبل دير تفوتي من ثلاثة، امبوسيبل تفوتي من ثلاثة، باسكو علاه ما تقدريش عليهم ماديا ومعنويا، معنويا باغ اكزومبل ما تقدريش دوك تشديهم دايما هما في الدار، دايما في الدار، ما ينضروا ينغبنوا في ريسانهم يتقلقوا، باش تجيبي 10 وتخرجيهم كل يوم معاك ما امبوسيبل تقدري تخرجي 10 معاك، خمسه ما تقدريش تخرجي خمسه كل يوم معاك برا، والدراري وبليجي عليهم يخرجوا باش يترباو مليح باش يشوفوا الناس. كاين بعض من النساء والرجال يعني هو لو كوبل يخمم على حساب المقدور نتاعو لاباي نتاعو،
ويشوف اسكو قادر يجيب اكثر من زوج دراري او اكثر. بصح كاين ديجا كاين الفكره تاع المراه وين تحب هي تجيب اكثر من ثلاثه. الوقت اللي رانا فيه سبحان الله تشوفيهم قريات ووعيات ويشوفوا باللي الوقت الحاضر المعيشه تاع هذا الوقت هذا راه غالي بزاف بزاف، وهكذا كتصيبيها تجيب اربع دراري خمس دراري. انا على حسب رايي زوج فريمون لو كوبل يعيش مهني ويقدر يوفر لهم كاع واش حبوا، هذه اذا يعني يحبوا يزيدوا لو ثوازيام اي انكور باسكو تو تي. رايك دوكا في الناس اللي نشوفوهم بالك عندهم ما عندهمش لي موان، ما عندهمش وسمو بصح تلقاي بلي عندهم سته سبعه، واش فوالا واش تحبي نقول لهم؟ هي هذه كلش بحاجه ربي، مي مليح لو كان قد ما يكونوا بزاف هكذا ما يعيشوش ما يستغلوش ما يبروفيتيوش في حياتهم، يبروفيت با دو لور في، ماشي حاجه مليحه دراري بزاف. نو 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 ماشي كان زمان كانوا يولدوا ايتو يقول لك نصيبوهم العقوبه، مي قد ما يكونوا بزاف لي زونفون قد ما المسؤوليات كبر وهمهم يكبر. انا عندي وحده الحمد لله، ما جبولي لا في، كنت حابه ربي يرزقني بطفله، ربي عطاني طفله الحمد لله يا ربي. كاين بزاف اللي ما دخلوش للمسيد ما يعرفوش. دونك انت تفضلي يكون عندك ثلاثة أربعة تربيهم تخي بيان خير ما يكون عندك باغ اكزومبل ستة. تو تافي نورمال، هذه من المعقول الإنسان يكون عاقل ويعرف كيفاش يتصرف ويعرف كيفاش يتحكم في هذا الأمر. ماذا بين أن الدار تكون عاملة يكون عندك قصر بيان سور يكون معمر بالأولاد، الظروف المعيشيه ما تسمحلكش يكون عندك بزاف الاولاد، وما يسمحلكش يعني ما من عند ربي نتحاسبوا، لابد باش نربيوهم ونوكلوهم ونقريوهم ونخرجوهم جيل المستقبل، يكونوا الجيل اللي يخدموا في الميدان في الجزائر. والاخر الاستلزامات اليوميه كامل قوات على الانسان. خويا انت شحال عندك دراري؟ عندي اربعه لايبه. الله يبارك. يسلمك. دونك يا ربعه انت قدرتي يعني قدرتي تواسيهم قدرتي تربيهم قدرتي الحمد لله ما نكذبش عليك الحمد لله الحمد لله يا ربي. واش رايك دوكا في الناس اللي نشوفوا بالك ما عندهمش لي موان بصح تلقاي عندهم بزاف دراري؟ جاب لي ربي قله التوعيه وانسان يهمل يقول لك السنه نجيبوا الخير عن الله ولا هو لا لازم يحافظ على صحته يحافظ على الاخر كلش ماشي غير انجاب لقرايتهم لبستهم ماكلتهم لازم نوفروا لهم كل حاجه لا غالب كل واحد وظروفه. لا مونتاليتي ليدوكاسيون كيفاش تشوف التربيه تاع اولاد؟ اسكو الاولاد لازم تربيهم وتكبرهم باش يكونوا ناس صالحين في المجتمع، ولا اسكو تجيب 10 هكذا باش تجيب 10 وخلاص هذا ما كان بعد ما تقدرش تربي ومن بعد ما تقدرش تربي. انا بالنسبه لي صح كامل في التربيه، جيب 10 اولاد اذا حبيت حتى اذا ما عندكش بزاف الامكانيات بصح ربيهم، خاطش المهم بالنسبه لي هو انك تكون عندك اولاد كيكبروا يكونوا صالحين للمجتمع ويقدموا حاجه للمجتمع. لازم كما يقول لك نديروا اربعه الماكسيموم اربعه، معليش الزوج على ربي سبحانه الزوج معليش ليسونسيال اللي جابها ربي مرحبا بها، بصح باش نجيبوا 10 ولا نجيبوا كما كانوا بكري يجيبوا. انا واحده من الناس جابت 11 واحد ولا 10 رباتنا الحمد لله رباتنا بالقليله، مي الحمد لله تربوا بحسن اخلاق الحمد لله، مي باش تجيبي 10 انا بوغ مو ما نقدرش، انا واحده من الناس ما نقدرش نجيب 10 ونربي وحده ورانا ليكول ومع زيدي دوكا واش راهم يصرا دوكا القتايل تاع دراري ولا ديري اربعه واش من المسيد تعسيه وقريه وفهمه وهكذا هي وتجيب وتشوف يحبوا دراري يحبوا دراري، بصح ماشي قضيه هي تحب دراري، هي عندها هدف الهدف نتاعها
كل واحد كيفاش راه يخمم عليه. بصح كي تشوفي كي تشوفي لي كونسيكونس هي راهي خدامه، هو خدام، وتحط ولادها عند لا نوغيس، وتحط ولادها عند معني ماشي هي اللي تربيهم، الشارع هو اللي يربيه، وخارج المنزل هو اللي يربيه. لو كان جات امراه قاعده في الدار وتجيب الدراري نتاعها وتربيهم هي، معليش، بصح هي خدامه وخدامه في خارج المنزل وراجلها خدام، وراجلها خدام وهكذاك، وتسيبيها كل عامينه ماشي كل 3 سنين كل 4 سنين، كل عامين هي تجيب لك ان بيبي، ومن بعد تولي تقول لك انا حصلت فيه وشكون اللي يشدوه والى اخره.